السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة بتضيف قوة للشغل على الشيتات في قلب برنامج الريفت، يعني على سبيل المثال تقدر تعدل الريفيجن بسهولة في الشيتات كلها مرة واحدة، تقدر تنسخ الشيتات، تقدر تكريت عدد كبير من الشيتات من خلال الإكسل ليست، يعني عندك إكسل ليست بأسامي الشيتات هو الكريت أوتوماتيك، يقدر يكريت عدد كبير من الشيتات، ممكن تعمل أونبورت أوكسبورت للشيت داتا، ممكن تعمل إضافة لعدد كبير من الليجنت على عدد معين من الشتات، تقدر تسحب الفيوز كلها تحطها في الشتات، تقدر تعمل رينيم رينمبر تغير الأرقام بتاعت الشتات، تقدر تعمل إيديت لشيت بارامتر بكل ده بسهولة جدا، بتضيف قوة وتوفر الوقت. هو بيديك حلول أسرع من الحلول التقليدية اللي موجودة في الريفت تلقائي.